إذن على مساحة 100,000 متر مربع تمتد هذه التحفة المعمارية الجديدة، حيث صمم مبنى بلدية مدينة الشارقة على الطراز الأندلسي ويقدم خدمات متنوعة للجمهور. في فقرتنا التالية نتعرف بتفاصيل أكثر على المبنى وعلى أقسامه وخدماته. أهلا بكم. في الفقرة التالية نستعرض نموذجا لإنجازات استثنائية تجسد الذوق الإبداعي في العمارة الإسلامية ويضيف لمسة خلابة في عقد عاصمة السياحة العربية الجمالي الخاص بعمارتها الإسلامية. مبنى بلدية الشارقة الجديد، هذا صرح المعماري الواقع في منطقة المصلى بقلب الشارقة الذي أضحى نابضا بمجموعة من الخدمات الحكومية الهامة. يتميز المبنى الجديد بطابعه المعماري النابع من التراث الإسلامي الذي لم يعد مجرد حجارة متراصة بل نقوشا ورسومات تحكي جزءا هاما من قصة الحضارة الإسلامية الذي اختارت الشارقة أن تكون امتدادا لها وتترك شاهدا جديدا على إبداع المسلمين في العمارة والفنون. يأتي المبنى على مساحة تصل إلى 100,000 متر مربع لتستوعب تلك المساحة الأهداف والاستراتيجية التي تنفذها البلدية. يتألف المبنى من 4 طوابق ويشمل أكثر من 200 غرفة تزينها شرفات عدة تتوزع على الطوابق العلوية بتصميم معماري أندلسي. تحفة الشارقة المعمارية لن تكون قاصرة على جمال عمارته فقط، حيث حرصت البلدية على تقديم خدمات وفق أعلى المعايير، بدأتها بتوفير الراحة لمتعاملها كتخصيص مواقف لمركباتهم وزيادة عدد مناضد الخدمة بجانب توفير الخدمات البلدية القديم منها والمستحدث تحت سقف واحد في أجواء تتسم بالراحة وحسن الضيافة. نتابع. حقيقة احنا توجد خدمات جديدة، منها إصدار إجازة البناء المبدئية، توجد خدمات اعتماد مخططات مسبقة الاعتماد للأراضي الصناعية. أيضا نحن نقوم حاليا بدراسة بعض الخدمات الإلكترونية لاعتماد المخططات بحيث تسهل عمل المكاتب الاستشارية. كما حرصت البلدية على استحداث عدد من الخدمات الجديدة التي من شأنها أن تسهل على متعاملها ومراجعيها كقسم تراخيص البناء. نتابع. تم تخصيص جناح بالكامل إلى قسم تراخيص البناء. هذا القسم منوط به أعمال التصميم من قبل الاستشاريين، يقدم خدمات كخدمة إصدار اعتماد مخططات البناء، إصدار إجازات البناء، تغيير استشاري، تغيير مقاول، تجديد إجازة البناء. توجد أيضا خدمات مع دوائر أخرى، منها الوحدة السكنية المصغرة، اعتماد فيلات مسبقة الاعتماد. توجد أيضا مساحات مدروسة لضم دوائر خدمية أخرى لتسهيل عمل المراجعين. بهذه الخدمات وغيرها من الأمور التي ستستحدث لاحقا، يبدو أن مبنى بلدية الشارقة الجديد البالغة تكلفته 170 مليون درهم حقق أهدافه بأن يقدم خدمة مميزة في مكان يعكس حضارة وتاريخ عاصمة السياحة العربية.